يا باكركم واحتسبوا وقوفكم لله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وزارة الداخلية تناشد المعتصمين بالاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحتهم وإنهاء اعتصامهم فورا. ثابتون في مكاننا صامدون، إن معنا الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. قوات الأمن تناشد سكان المنطقة بإغلاق جميع الشرفات والنوافذ والالتزام بالتواجد داخل المنازل أثناء فض الاعتصام حرصا على سلامتهم. قال يا ابني انت هو اللهم على خارهم اللهم صل على خارهم يا قوي يا عزيز. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله وحوش كله ياخد ساتر يا شعب مصر العظيم. انزلوا احنا والله ما خايفين ولا بنقول لكم عشان تحمونا. يلا يلا كله ياخد ساتر يلا عشان تدافعوا عن كرامة هذا الشعب ضد الطباع. وحرصا على المصلحة الوطنية العليا للبلاد يا رب استر يا رب. تدعو المتواجدين بميداني ربع العدوية والنهضة الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن. رد بقى عم الصالح العام وسرعة الانصراف. رد بقى مش ناقصة وجع قلب اهي. وإخلائهما حرصا على سلامة الكافة مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته. سدد الله خطى مصر العزيزة وحماها من كل سوء. قدامي خمس دقايق وأقف قادر لو سمحت. قدامي خمس دقايق وأقف بصدر الذخيرة حية. هيعتقلوكوا والله هيموتوكوا. وزارة الداخلية تناشد المعتصمين بالاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فورا. وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على سلامة كافة المعتصمين. طول ما أنت مغادر أنت مسالم. طول ما أنت مغادر أنت مسالم. اتفضل. الشرطة عمالة تقول لهم روحوا. نصور بقى الشرطة. صور الشرطة صورها صورها. شوفي شوفي جيوش ماشية معدية. خد 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 ضباط وجنود الشرطة
وسقط اول شهيد بالرصاص العين. حسبنا الله. حد السيطرة طلقة واحدة، انتوا فاهمين؟ ولازم اول جوده استشهد. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.